أيضا من طرح علي الأستاذ كمال مسألة التشخيص الحدقي، أنا كانت عندي فكرة عنه سابقة، يعني اطلاع على النت وغيرها، وعجبني جدا يعني، فما كان يعرف بالمستوى اللي يعني بي، غير أنه يعرف أنه وكيل بغداد وقبل يعني. سبحان الله اتصلت بي على مسألة أنه المنتجات وأسعارها وكذا وكيف توصلنا، لأنه كانت أكو شحة عندنا بالعراق، فقل على مسألة التشخيص الحدقي. فأول ما تبادر ذهني أحد الأعضاء اللي هو يعني ما مقتنع ونايم بعد عندي، فقلت له شو تعال سفرة ببلاش سياحة ونروح على التشخيص الحدقي. ركزت على مسألة التشخيص الحدقي لأنه هي لها أصل بالطب، لكن لما أجي هنا هسه ياسين يعني أتوقع يعني اختلفت نظرته تماما، اختلفت عن المسألة. يعني احنا الحمد لله العائلة كلها طبية، يعني كلها أطباء صيادلة، يعني خوال والعمام وكلها يعني هنا. فهذا أول طبيب عجيب هنا، وإن شاء الله هو يفتح الباب على البقية. يعني خاف ما يأخذون كلام البيولوجي، البيولوجي ما يأخذون كلامه، يجوز أبو المختبر. اي نعم، احنا طبعا سعيدين جدا جدا بلقائك والاستاذ كمال، استاذ مفتاح. انا الحمد لله انا جماسي من شهرين تقريبا وشوي. ها ما شاء الله. نعم، كيف وصلت من جماسي وما في منتجات في العراق؟ لا منتجات موجوده، انا الوكيل لكن وصلت ماسي على البركه، يعني يجيني شخص مثلا اسولف له كذا نشط وراح بدا يشتغل، واني ما ماني يعني عمل متقن، يعني اي ما اكو عمل متقن، لكن لما شفت العملات بدات تصعد، يعني 400 دولار 500 دولار 600 دولار 700 دولار شفت الامور جاده، بدات يعني بديت 900 دولار سويت لي زعل على الوكاله، قلت هاي الوكاله ما قاعد في ديني انت يا ابن خلي روح شوف دربي انا السالفه ما تفيد. انا اريدك تنصح لان كثير من الاعضاء نكلم على الاعضاء يقول اريد وكاله. ايوه اسكت، احنا 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 في الوكاله يريد وكالة. هو النظره التجاريه الاعتياديه، يعني احنا نظرتنا التجاريه الاعتياديه انه الى حد ما اجيت هنا حقيقه، يعني هي النظره لا زالت عندي، انه انت تشتري منتج يعني بدرهمين تبيعه بثلاث دراهم، تشتري 100 درهم تبيع 100 و10 درهم، وهذه التجاره الاعتياديه. لكن ما كنت افكر انه بمساله انه هذا التراكمات، يعني بعض النقاط، يعني مثلا مثل ما وضحنا الاستاذ مراد اليوم، انت مجهود ساعه اذا عندك 5 اشخاص تحتك من الفريق، وهذا هذول يعني الخمسه ايضا كل شخص عنده 5 يشتغلون، فالساعه تضرب يطلع 125 ساعة مجهودك أنت، يعني هاي المتتالية الرياضية اللي نتكلم عنها. فهنا لا، المسألة اختلفت، ممكن أنه أنت تسلك أي مسلك تجاري ثاني، يعني بيع تقليدي لأغراض يعني تسد بها احتياجاتك الدنيوية، لكن دي أكسن لا يحتاج لها الوقت، يحتاج أنه الإنسان يفرغ له وقت. حقيقة يعني بديت من قبل أسبوعين. يعني انت الان تفضل بناء الشبكه على مساله الوكاله، مع انه طبعا يا جماعه ترى 6 ملايين بالضبط. لا طبعا طبعا، يعني اكبر وكاله بالعراق. انا كنت يعني عدد النفوس الان 6 او 7 ملايين بس بالضبط وحدها. انا كنت مفضلها قبل ما اجي، يعني احتمال 30-40%، لكن اليوم بعد الخطه التسويقيه بعد شرحها بصوره صحيحه، يعني لانه كثير من المسائل الابلاينات انا راح احاسبهم يعني بعد زين اللي اي تركونا اي لا اختلفت النظره تماما، اختلفت يعني. ايضا مساله التشخيص الحدقي جدا جدا نفعتنا الحمد لله، ووصلنا على اجهزه ان شاء الله ناخذها ويانا العراق. المنتجات متوفره.